جدا مشاهدي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر من نواحي بن سمال. الحمد لله، منذ صبيحة اليوم الأمطار تتهاطل على المنطقة، تتهاطل يعني بديك الشتا الرقيقة. الحمد لله على هذه النعمة، الله يدومها علينا. اذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، صباحكم سعيد واهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر من نواحي بن سمان. كيف ما ذكرت، منذ صبيحة اليوم والامطار تتهاطل على المنطقة، أمطار خفيفة جدا، ديك الشتا الرقيقة هي اللي كطيح، ديك الشتا الرقيقة مفيدة بزاف للأرض. الله يرحمنا برحمته الواسعة يا رب. دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر، ولله الحمد. فمنذ صبيحة اليوم وأمطار الخير تتهاطل على المنطقة، أمطار خفيفة، ديك الشتا الرقيقة اللي كطيح ديريكت كتمشي للأرض. الحمد لله على هذه النعمة، والله يدومها علينا مشاهدينا الكرام. تحياتي لكم خويا حميد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخي مدينه اكادير شتا والو خويا، ان شاء الله نتمنوا الخير، نتمنوا ربي توصلكم باذن الله. نرى الخيرات تبارك الله منذ ليله امس والامطار تتهاطل على المناطق هنا بن سليمان، فان شاء الله الخير غيجي ان شاء الله باذن الله وربي كبير. إذا دائما مشاهدي قناة شوف تي في، المشهد أمامكم، الخيرات تبارك الله. منذ صبيحة اليوم الأمطار تتهاطل، الأرض انتعشت صراحة. الحمد لله على هذه النعمة، الحمد لله، الله يدوم علينا.